السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضياء عبد الله. ودرسنا اليوم هو الكونيونكتيف ايس. خلينا الكونيونكتيف سواي، اليوم رح ناخذ الكونيونكتيف ايس. تصريف الافعال بالكونيونكتيف ايس بهمنا الضمائر التالية: تشكيلة الفريق بالكونيونكتيف ايس هو دو و air z s و air. حاليا هالتشكيلة بتكفي لتأدي بالغرض، باقي تشكيلة الفريق ما بلزمنا، الايش والفيا والزي تبع الجمع ما بلزمنا، اللي بلزمنا هدول لانه هنن اللي بتغيروا مع الكونيونكتيف 2. مثلا عندك الفعل مثلا spielen، ich spiele بالصيغة الطبيعية بالكونيونكتيف ايس، كمان ich spiele الصيغة الطبيعية بصيغة الكونيونكتيف ايس، مع الايش نفس الشيء، لذلك الايش مو لازم. بس مع الدو بتتغير، فعل spielen دو بالصيغة الطبيعية دو spielst، مع الكونيونكتيف ايس بصير دو spielest بتضيف اي في زيادة إيه. تمام؟ مع الـ RZS الفعل spielen بصيغة طبيعية دو RZS spielt، مع الـ كونتيف آيس إيه بدل الـ T إيه. RZS كونتيف آيس بدل الـ T بضيف إيه، RZS spielen فعل spielen مع الـ إيه صيغة طبيعية spielt، هون بصير spielet. إذا مع الدو في A زيادة ومع الإيا في A زيادة، ومع الإيا زي S بدل T تحط A. أما الباقي فيا وزي بتضل نفس صيغة المصدر، مع الكونتيب آيس ومع صيغة طبيعية كمان بتضلوا صيغة المصدر، فما بيزمون التغييرات بتصير على هدول. تمام؟ فعل آخر، فعل آخر مثلا فعل gehen، ich gehe ومع الكونيونكتيف آيس كمان gehen، إذا ich ما بدنا إياه، و wir gehen مع الكونيونكتيف آيس كمان gehen، ما بتزمن، ما في تغييرات، بتم نفس التغييرات بتصير على هدول. دو جي هس ار زي اس بدل ال تي اي دو ار زي اس جي، صفت نفس الاي مع الكونيونكتيف ايس، الار زي اس بتصفي نفس الاي بضيف اي، اي تي زائد اي جي هيت، اي جي هيت. تمام؟ هلا في عنا افعال نخفف التشكيله معه، نستخدم معهم بس الايزيس. ما في داعي ننزل الشباب الطيبه، هذول بكف. فعل ارايت مثلا، الافعال اللي تنتهي بالت والدي وان وحده وام وحده، هدول التغييرات بالكونيتيف ايس تطرق فقط على الاي زي اس. ليش وعليش ومشان ايش؟ ارايت باي قلنا في حالة طبيعية اي زي اس بتضيف تي، ولانه الفعل منتهي بالتي او الدي او الان وحده وام وحده بضيف اي. تمام؟ مع الكونيونكتيف ايس ما بضيف تي، بضيف بس اي. اي زي اس ارايت. ليش لغينا الدو من التشكيلة؟ دو مع الارايت بتصير شو؟ ارايت. قلنا مع الدو بضيف اي اس تي، ها؟
تمام؟ اس تي الحالة الطبيعية. قلنا إذا كان الفعل منتهي بالتي ضف له إيه. إذا هو صار ضف له إيه اس تي. دو أرباي تيست. الصيغة الطبيعية هي نفس صيغة الكوميديف أيس. مع الكوميديف أيس قلنا الاس تي الدو بضيف إيه اس تي. هذا الفعل بالصيغة الطبيعية منضف له إيه اس تي. ما منضف له اس تي. صفت نفس الشيء. يعني الدو أرباي تيست بصيغة طبيعية هي نفسها دو أرباي تيست بصيغة كوميديف أيس. لأنه حتضيف لهم إيه اس تي. تمام؟ فما في داعي نضيف له نضيفها تشبيه في الكوميتيف أنس. إير كمان نفس الشيء. عندك إير في الحالة الطبيعية آر باي. الحالة الطبيعية قلنا بعد إير بتعزف الإير بتضيف تي. تمام؟ وعندك الفعل منتهي بالتي صارت آر باي تيت. من الحالة الطبيعية هي. الفعل شبيه كونيكتيف ايس نضيف ايه شبيلت مع كونيكتيف ايس والايه نضيف اي تي. تمام ا باي كونيكتيف ايس و ابايتن نضيف اي تي دائما مع كونيكتيف ايس والايه نضيف اي تي. تمام اكتشفنا انه صيغه الكونيكتيف ايس والصيغة الطبيعية للأرايتن مع الضمير إيا هو نفس الشيء ونفس الشيء دو. الصيغة الطبيعية وصيغة الكونيتيف أيس اثنيناتهم حتضيف إي إس تي نفس الشيء. الصيغة هي نفس الصيغة ما حصل عليهم ما صار عندنا أي تغيير فما في داعي نضيف لهم للتشكيل. تغييرات مع هيك أفعال تطرق فقط على الإير زي إس. بدل التي مع الايزي اس بنحط اي. مثلا لو عندك الفعل اتمن يتنفس ايزي اس قلنا ات مت. قلنا اذا انتهى الفعل بام وهله وما في قبله اوفر وما في قبله حرفين صوتيين بتضيف اي تي. تمام صيغه طبيعيه مع كونتيو ايس ايزي اس ات مي. تمام في تغيير بس مع الدو الصيغة الطبيعية دو ات ميست. الصيغة الطبيعية دو ات ميست وصيغة الكونيكتيف ايس كمان قلنا مع الكونيكتيف ايس ودو بتضيف اي اس تي راح تضل نفسها صفت نفسها فما في داعي نحطها. اذا مع الافعال بتنتهي بالتي والتي والام وحدة وان وحدة التغييرات تطلق فقط على الـ RZS. عندنا الفعل werden مع الفعل werden كمان بنخفف التشكيلة. هاي عندنا RZS و DO. تمام مع الفعل werden مع الكونيكتيف ايس ما في داعي خففنا التشكيلة صفي عندنا بس دو و اس يس. فعل فيردن هو فعل منتهي بدي فعل منتهي بدي. بس تصريفه الطبيعي مع الدو هو دو فيرست. خدنا اس يس فيرد التصريف الطبيعي لا الفيردن مع الدو دو فيرست ومع الايزي اس فيرد. بصيغة الكونيكتيف 2 قلنا نفس الفعل بتضيف له بس اي اس تي. يعني بصيغة الكونيكتيف 2 راح يصير فيردست. الكونيكتيف 1 عفوا فيردست. الصيغة الطبيعية هو فيرست. صيغة الكونيكتيف 2 دائما نفس الفعل ومع الدو تخليه نفسه نفس الجزء هذا وتضيف اي اس تي مع الدو. تمام صارت فيردست ما بتغير الفعل ابدا. بس هون الصيغة الطبيعية بتغير بتصير فيرست. اذا الصيغة الطبيعية
الفعل منتهي بالدي بس الصيغه طبيعيه، وصيغه الكونتيف ايس نفس الشيء، فنضيف الدو للتشكيله. بس مع هذا الاير نفسها، قلنا مع الاير بالصيغه الطبيعيه دائما لا تغير جزء الفعل، جزء الفعل لا يتغير مع الاير صيغه طبيعيه، بصير فير بضيف تيم، لا تغير الجزء وضيف تي، واذا كان منتهي بالدي او التي او الان وحده والام وحده بضيف اي كمان، صارت اي فيردت بصيغه طبيعيه. بصيغه الكونيتيف ايس كمان دائما قلنا انه دائما نفس جزء الفعل كونيتيف ايس مع الدو والاي، نفس جزء الفعل وضيف هون اي اس تي هون بضيف اي تي، جزء الفعل نفسه وضيف له اي تي، تمام. الصيغه الطبيعيه وصيغه الكونيتيف ايس صفت نفسها فبنحذفها من التشكيله، ما في داعي مع هالفعل تغييرات تطرق فقط على الدو الاي ار زي اس، تمام. هلا بنجي للمودال فيرن، مع المودال فيرن هون بتوسع التشكيلة. بدك تنزل كريستيانو كمان، هاي ايش بدك تضيف ايش كمان، ما عاد يمشي حالك، المودال فيرن شوي ثقيل بده شوي سموك، بدك تعزز قواتك. التغييرات مع المودال فيرن تطرق على الايش كمان، الدو اي ار زي اس والاي. مثلا عندك المودال فيرب مسن، حالة طبيعية موس، تمام، حالة طبيعية طبيعية موست، حالة طبيعية كمان موس، الحالة الطبيعية مست، تمام، هاي الحالة الطبيعية. بالكونيكتيف اينس هدول كلهم بصير عندنا اختلاف، عندك هون الفعل ميسن مع الكونيكتيف اينس دائما جزء الفعل بيضل نفسه لا تغير جزء الفعل وتضيف اللواحق، عندك مع الدو جزء الفعل مع النقطتين ميس نفس جزء الفعل تضيف اي اس تي ميسست، ها، مع الار زي اس بالصيغه الطبيعيه موس، ايش موس ار زي اس موس، مع الكونيكتيف اينس نفس جزء الفعل تضيف اي ميسي، مع الايش نفس جزء الفعل نقطتين، لا تنسى نقطتين جزء الفعل وبتضيف اي، تمام. طب ليش مع الفعل جيهم ما اخذنا، او فعل شبيل ما اخذنا الايش ضمن التشكيله، هاي ايش الحاله الطبيعيه ايش شبيل، تمام. الحاله الكونتيف اينس الفعل عندنا شبيلن مع الكونيتيف اينس وايش بتحافظ على جزء الفعل وتضيف اي، هاي حافظنا على جزء الفعل وضفنا اي، اي كونيتيف اينس والصيغة الطبيعية نفس الشيء فما في داعي للايش، ما بلبك حالي بالايش، بهتم بالشغلات اللي بتتغير اللي هي الاي زي اس والدو والاي، تمام. بس مع المدافع بتعزز الفريق، الايش كمان بتغير، تمام. مع الاي تحافظ على جزء الفعل، حافظنا على جزء الفعل بس بتضيف اي تي دائما مع الدو اي اس تي، مع الاي اي تي في حاله الكونيتيف اينس، هون اي تي هون تي الصيغه الطبيعيه وصيغه الكونيتيف اينس مو نفس الشيء، في تغيير، اذا هذول بس بيطرح عليهم تغييرات، مع الفيا ما في تغيير. عندك مثلا كولن زولن، اي مودال فيرب اخر زولن، مثلا زولن
صيغة طبيعية ich soll du sollst er sie ist soll ihr sollt تمام راح ضفنا ich مع المودال فيرب ودا تشكيلة أتقن شوي حافظ على الصيغة زول مع الإيش حافظ على الصيغة نفسها هاي الجزء نفسه بس دائما بتضيف إيه اختلف الصيغة الطبيعية زول الصيغة الكونتينيوس بتضيف إيه دائما طالما في اختلاف بنحطه ضمن التشكيلة فعل زول مع الدو حافظ على الجزء وضيف إيه استين في اختلاف اختلف فوض ضمن التشكيل er sie ist soll صيغة الكونيتيف 1 حافظ على الجزء ومع ال er sie ist دائما نضيف ايه بس اختلف فوض ihr sollt كونيتيف 1 حافظ على الجزء وضيف ايه sollt اختلف فوض ضمن التشكيل wir الصيغة الطبيعية sollen صيغة المصدر ومع الكونيتيف 1 كمان sollen اثنيناتكم نفس الشيء لا اطلع حبيبي اطلع في منك كثير بدنا الجداد تمام هلا عندنا الفعل sein الفعل sein هذا بدك تنزل التشكيلة كامل ما بعرف يجوز الكونيتيف 1 مستصعب شوي فلازم ينزل الفريق كله ich و du و er sie es ihr wir تعودنا ناخذ wir wir ihr و sie sie نضحك مع الفعل sein اي يكون ان شاء الله بموتوا بايدي كعكي يكون بنزل له كل شيء الطقم الصيني كله نزله ايش في عندك بالمطعم نزله جاي المعلم sein مع الفعل sein في حاله طبيعيه ich bin الحاضر du bist er sie ist ist wir sind ihr seid sie sind طبعا جمع طبعا حضرتكم sind مع الكونيونتيف 1 مع الكونيونتيف 1 دائما تحافظ على الجزء زاي 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 مع الدو والإير بضيف اي تي مع الإير بضيف اي تي اتفقنا دائما مع الإير كونيتيف ايس بضيف اي تي زايد هذا بيختلف تماما عن هذا شيء جديد نزلناه ضمن تشكيل الفريق مع الدو بضيف اي اس تي زايست تمام وممكن مع هالفعل زايست يقبل حذف الاي بس مع هالفعل يقبل زايست فيك تقول زايست فيك تقول زايست بس مع هالفعل قلنا دائما مع دو بضيف اي اس تي في حال يكون دو ايس سواء زايست او زايست شكل الكونيكتيف ايس يختلف عن الحالة الطبيعية نزلناه ضمن الفريق يتطلب الدو تمام عندك مع الجمع بتضيف اي ان حافظنا على الجزء وضفنا اي ان دائما مع الجمع بتضيف اي ان الفيا والزي تبع حضرتكم والزي تبعهم ضفنا اي ان هون حتى الجمع اختلف هذا بيختلف عن هذا نزل ابوي حاشتك نحن وهذا بيختلف عن هذا نزل انت كمان ابوي بلاكم نتبهدل تمام
بس صار اختلاف تحط، ما في اختلاف ما في داعي، مو وجع راس. عندك هون الايست قلنا دائما بتحافظ على جزم على الايرزي اس وضيف ايه، بس هون ما بتضيف ايه مع الفعل زاين شوي، هذا الفعل شوي بيعمل مشاكل مع الكويتي لاينز، ما بتضيف ايه. ومع الايش كمان ما بتضيف، قلنا مع الايش كويتي لاينز تحافظ على جزء الفعل وتضيف ايه، تمام؟ بس مع الزاين ما بضيف ايه، حاد ايزيس ما بضيف ايه. اذا الفعل نحن بحاجه لهذا كمان وهذا، هذا بيختلف عن هذا وهذا، مع الفعل زاين تشكيل الفريق كله نزل، تمام؟ اذا الخلاصه، خلاصه مع الضمائر دو و اير زي اس و اير بشكل عام لافعال مثل شبيلن كومن جين ليرن، في حالة الكوجنيتيف ايس تتغير، الدو بنضيف له اي اس تي، الايرزي اس بنضيف له اي بس، والاير بنضيف له اي تي مع يعني حفاظ على جزء الفعل بالاضافه الى اي اس تي او اي او اي تي. مثلا شبيلن جزء الفعل هو شبيل، تحذف الاي ان وتضيف اي اس تي هون، تحذف الاي ان وتضيف اي بس هون، تحذف الاي ان وتضيف اي تي هون. معظم الافعال، جميع الافعال ما عدا عندك الفعل المنتهي بالتي والدي والان وحده وام وحده ما في داعي نحطه مع الكونتيب ايس، يعني ما في شيء جديد نفس الطبيعي، تمام؟ هنيك في الصيغه الطبيعيه حتضيف اي اس تي وهو حتضيف اي تي، وبصيغه الكونتيب ايس حتضيف اي اس تي واي تي، ما تغير شيء يعني. التغيير فقط بيكون على الاي، الاي زي اس ضيف بس اي. مع الفعل فيردن الاير بتضل نفسها والدو بتتغير، تمام؟ الصيغة الطبيعية بتصير دو فيرست، هون بتصير فيردست، في تغيير بس هون في الحالتين فيردت بفيردت، نفس الشيء ما في داعي نضيفه هون. اذا مع الفيردن بس بنضيف دو وايرزي اس، هدول بس بصير عليهم تغييرات، تمام؟ وعليش انا عم ركز على هدول؟ لانه في صيغة الكلام المنقول نحن ما حنستخدم الكونتيف ايس الا بالضمائر يلي بصير فيها التغييرات، تمام؟ استخدم الكونتيف ايس بس مع تشكيله الفريق، باقي التشكيله حنستخدم معه كونتيف فايل، هلا بعدين بشرحها بالدرس الجاي. المهم صيغه الكونتيف ايس والتغييرات على الضمائر بتطرق على هالثلاث ضمائر هدول حسب معظم الافعال، الافعال تنتهي بالدو بالدي والتي والان والام، دو وايرزي اس فقط. المودال فيربن الايش بيتغير، الار زي اس والدو والاير كله هذول الاربعه بيتغيروا مع المودال فيربن، كمان الايش بيتغير مع الفعل زاين كله بفوت ضمن التشكيله كله بيتغير. اللي بيهمنا بهالدرس انه نعرف تصريف الفعل وتغييراته مع الكونتيف ايس حسب الضمائر وحسب نمط الفعل. اخذنا الفكره، حطها ببالك مشان نوظفها بالدروس الجايه، بالدروس الجاية حتتوضح الفكرة أكثر، إنه ليش أنا ركزت على هدول. هيك، شكرا خير بالدرس الجاي، سلام.